في خطوة نحو بدء حوار وطني شامل بعد تعيين فريق من الشخصيات لإدارته. الفريق وإن نأى بنفسه عن تمثيل الحراك، فإن سقف مطالب مسيرة الجمعة 23 لم يتراجع. فالحوار نقطة يشترك فيها الجميع، لكن رفض إجراء الانتخابات لا زال قائما ما لم ترحل باقي وجوه النظام السابق. نجاح الحوار مرهون بأولا لابد من رحيل حكومة بدوي، لأن حكومة بدوي يعني رسمت وعينت وسميت قبل استقالة الرئيس بوتفليقة، إذا محسوبة على العصابة، هذه حاجة الأولى. كذلك لابد من إطلاق سراح المعتقلين معتقلي الرأي. مسيرة هذه الجمعة حافظت على تنوعها رغم مستجدات نهاية الأسبوع، فتباينت الآراء حول تركيبة لجنة الحوار والوساطة بين رافض لها ومتحفظ عليها، ورفعت لافتات تدعو للإسراع لإيجاد حل للانسداد السياسي، حل ينخرط فيه شباب الحراك. نطلب صحافة حرة، عدالة مستقلة، لا لسياسة التعطيل، عدم التدخل في الوحدة تاع الشعب. الماس هو خبير اقتصادي ومقبول يعني على ما يبدو، لأنه ظهر في الإعلام بقوة. فيما يخص كاين زوج أشخاص ونكرة، يعني الهوية نتاعهم مجهولة، ولكن السيفي نتاعهم يبدو أنه من أبناء شرعيين الحراك. ومع استمرار تشبث الحراك بمطلب التغيير الجذري، تتقلص مساحة التوافق في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات التي ستمهد للحوار الوطني الشامل.